السلام عليكم، أهلا بك دكتور علي. نحن تلامذتك طبعا في اللغة، لكن أود أن أقول إن الجملة الأولى هي الصحيحة والثانية هي الخاطئة. لما؟ أولا الجملة الأولى: المجرم قاتل أخاه. فالمجرم قاتل مبتدأ وخبر، التانية ما فيهاش خبر، عشان كده الجملة الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة. المجرم في الجملتين مبتدأ، قاتل خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ولذلك هو اللي بعت منه مفعول به اللي هو أخاه. التانية بقى قاتل أخيه، طب إيه فين الخبر؟ هل هي قاتل أخيه خبر؟ ما ظنش، ولذلك الجملة الثانية خاطئة. شكرا لمعاليكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أسفت لعدم مداخلتي البارحة حينما طلبني الدكتور محمد العجلاني أن أتحدث عن مدرسة الديوان، فأقدم أسفي لذلك. أما ما تفضل به دكتور أسامة من الجملتين فالجملتان صحيحتان في اللغة، أحدهما على تقدير المفعول به وأحدهما على تقدير المضاف إليه، وشكرا. وكلاهما يتكونان من خبر: المجرم قاتل أخاه. المجرم قاتل أخاه. المجرم قاتل أخيه. فقاتل هنا هي الخبر في كلا الجملتين. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورنا الفاضل دكتور عبد المحسن، أنا كنت مش عايز أتوسع، لكن استلزم الأمر أن أتوسع. الجملة الأولى جملة صحيحة، لأنها المجرم قاتل مبتدأ وخبر. أما الجملة الثانية: المجرم مبتدأ قاتل أخيه، جملة نعت، ولم يوجد هنا خبر، إذن فالجملة الثانية غير صحيحة. أرجو التنبه لهذه النقطة، ولو رجعتم إلى أول السؤال الذي طرحه الدكتور محمد الشريف لوجدتم السائل يقول: يحكم بأيهما؟ انهوني الصح في الجملتين وانهوني الغلط. اذا هو من السؤال واضح ان هو بيقول لك في جملة خاطئة، واعتقد ان اعرابي اللي انا قلته منذ قليل مع حضرتك حالا يوضح صحة ما اقول. شكرا لمعاليكم، وانا تلميذكم في النهاية. شكرا. عفوا دكتورنا الفاضل، المجرم قاتل اخاه نطق غير صحيح، لأن قاتل بضمة واحدة تحتاج مضافا إليه، وبالتالي ما ينفعش قاتل أخاه، إنما قاتل بالضم أخاه تبقى صحيحة، لأنه يبقى خبر وعمل، عمل هو اسم فاعل عمل فعله المبني للمعلوم، وأخاه تبقى مفعول به منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إنما قاتل أخيه جملة صحيحة بضمة واحدة، لأنه بعديه مضاف إليه، وأنت عارف إنه طبعا ما يسند ما يضاف لا ينون، ولذلك الجملة الأولى منونة، الثانية غير منونة. يا دكتور أسامة حفظك الله ورعاك، إذا قلت المجرم قاتل هنا مبتدأ وخبر، فإذا قلت المجرم قاتل أعملت قاتل، إذا قلت المجرم قاتل أخاه أعملته ليكون ما بعده مفعولا به. أما إذا قلت المجرم قاتل فاستكمل الخبر المبتدأ والخبر، ولكن صفته في المضاف إليه أنه قاتل أخيه. فكما قلت الجملتان صحيحتان حفظك الله. وعلى كل دكتور أسامة، فأنا وأنت نستعمل اللغة العربية ولسنا نحويين، وإنما اختصاصنا
هو الأدب العربي، نأخذ من اللغة ما اتسق لنا. فكما سبق الجملة الأولى لها نموذج من القرآن الكريم، والجملة الثانية لها نموذج من تقعيد النحو ودون تسالي. السجال جميل في تناول الجملتين، لكن اسمح لي أن أقول إذن أي الجملتين خطأ كما ورد في السؤال؟ هذا هو تساؤلي. يعني إذا كنت تقول سيادتكم دكتور عبد المحسن الموقر الجملة الثانية صحيحة أيضا مع الأولى، أنا متفق معك في أن الأولى صحيحة، لكن الثانية ينقصها الخبر، أنت تقرأ المجرم قاتل أخيه مضاف ومضاف إليه، ونحتاج إلى خبر لكلمة المجرم في الثانية ولا يوجد، ولذلك السائل زي ما قلت في البداية بيقول أي الجملتين خطأ، هو يسأل عن الخطأ، أي الجملة غير مكتملة، الجملة الثانية غير مكتملة، ففي مبتدأ وفي بعد منه مضاف ومضاف إليه، وهما الاثنين صفة لكلمة المجرم، لكن نحتاج إلى خبر لم يوجد بعد في الجملة الثانية. سيد الفاضل الجملة الثانية لا غير مكتملة، تحتاج إلى خبر. شكرا. وما الذي يجعلها لم تكتمل بعد؟ أليس الخبر هو المضاف والمضاف إليه؟ أليست الجملة مكتملة معنى المجرم قاتل أخي؟ انتهت الجملة واتسق المعنى ودمت. أوافقك من حيث المبدأ، الجملة صحيحة. إذن ارجع إلى أصل السؤال، لما احتاج الأمر إلى قاض ليحكم على الخطأ أو على من ارتكب الخطأ؟ هذا هو السؤال. يعني سعادتك ما انتبهتش إليه لأول السؤال، بيقول أي الاثنين اللي أنا قلتهم إيه هو اللي فيهم خطأ ولماذا؟ هو ده السؤال، إيه الخطأ ولماذا؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. إن قلت الاثنين صح، طب هم إذا كان بيقول الكلمة دي ليه؟ كان بيسأل ليه؟ هذا هو ما نتنبه إليه سيدي الفاضل. وأشكرك، وأنا مش موضوع إن أنا بختلف مع حضرتك أو أتفق، لا، الموضوع طب وهو ليه بيسأل؟ هذا هو السؤال. تأكد أن من يسأل وراء سؤاله هدف يجب أن نتنبه إليه. هذا هو ما أردت أن أشير لحضرتك إليه. دكتور سعد، أهلا بحضرتك ومرحبا بانضمامك. أوضح بقى بالتفصيل للجملتين. الجملة الأولى لم نختلف عليها، وبالتالي فلا داعي للرجوع إلى شروط عمل اسم الفاعل، ما احنا متفقين إنها جملة صحيحة. هذا أولا. ثانيا، الجملة الثانية يا جماعة هقولها لكم بقى بالتفصيل. المجرم مبتدأ مرفوع بالضمة، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. قاتل أخيه إعرابها إيه؟ كان لو ما فيش أخيه كانت تبقى المجرم قاتل مبتدأ وخبر، لكن أخيه جاءت سلبت منه اقتصاصه، فجعلته، خدوا بالكم يا جماعة، جعلته جملة، والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال كما تعلمون. ارجعوا للجمل، الجمل بعد المعارف، وهنا معرفة المجرم بعد المعارف أحوال، فالجملة هنا جملة حالية. إذن ما زالت الجملة الثانية تفتقد إلى الخبر، والتقدير من عندي المجرم قاتل أخيه منبوذ من المجتمع.
هذا هو التقدير الصحيح بقى لما نيجي ندور. وبعدين ما هي الصفة؟ أنا بقول أنا بتكلم بالبلد بقول صفة، لكن هي جملة حالية، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. وما دام جملة ما حدش يقول لي مضاف ومضاف إليه. طب ما هو مضاف ومضاف إليه، لكن موقعها إيه؟ هو ده الكلام. ما دامت مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه أكسب المضاف التعريف، كما نعلم برضو ما دام انتوا حضراتكم في هذا التخصص، المضاف إليه أكسب التعريف للمضاف. إذن فهي صارت جملة ومعرفة هذا الخبر. إذا كان بهذا اللون والجملة صحيحة، هرجعك لأول السؤال، لما قال أيهما خطأ ولماذا؟ أنا عايز اللي يرد عليها في هذه الكلمة. السائل يسأل إيه هو الخطأ ولماذا؟ فأرجو إن ما حدش يقول لي الاتنين صح. إذا كان الاتنين صح يبقى السائل، يعني أنا آسف في الكلمة، يبقى السائل ما بيفهمش. لا، السائل يفهم ويجيد معنى كلامه، لكن يجب أن نحن نتفهم ما يريده السائل. هذا هو أول الكلام وأهمه. السؤال يا دكتور على جملة المجرم قاتل أخاه والمجرم قاتل أخيه، هذا هو السؤال. دكتور أسامة حفظك الله، أنا أرى أن نترك هذا الحوار للمختصين في النحو وليس للباحثين في الأدب واللغة كقول. الدكتور دائما المضاف والمضاف إليه يقع خبر، ولو قلت دكتور أسامة في نخبتنا أو لأصبح مبتدأ وخبر، الجار والمجرور والمضاف إليه. فنترك القضية للنحويين، وأنا وأنت نبتعد عن ذلك، وشكرا. من هذا المنطلق اللي بتنطقه، وهو نطقه صحيح أيضا بس نطق ثالث غير اللي احنا الاثنين اللي كنا بنتكلم عنه. نطقك صحيح، المجرم قاتل، بس قاتل هنا تحولت إلى فعل، ما بقتش قاتل، ما بقتش فيه هنا اسم الفاعل، وبالتالي قاتل بقت فعل ماضي. موافقك ان قاتل فعل ماضي والضمير المستتر فاعل، وكلاهما خبر للمبتدأ. أنا موافقك، اللي هو الفعل والفاعل خبر للمبتدأ. فسواء قاتل أخاه أو قاتل أخاه، الاثنين صح، وإن اختلف الإعراب فجملتين صحيحتين ومكتملتين في الأولى. كل الكلام ده في الأولى، لكن أنا ما زلت أناقشكم في الثانية، في الجملة الثانية أقول إنها تحتاج إلى خبر، وبالتالي الجملة الثانية لم تكتمل. فالجملة الأولى إن كانت المجرم قاتل أخاه بقت اسم فاعل، وهي خبر طبعا، واسم فاعل بينصب المفعول اللي هو أخاه، لأنه مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. موافق. وقاتل أخاه، أو لو كانت النطق قاتل أخاه برضو، قاتل فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، وكلاهما والاثنين مع بعض اللي هو الفعل والفاعل هما خبر المبتدأ، وأخاه مفعول به منصوب بالألف عادي جدا. موافق. فالاثنين فيهم صح، سواء قاتل أخاه أو قاتل أخاه، دي في الجملة الأولى. لكن أنا بيدور حواري مع حضراتكم حول الجملة الثانية، أقول إنها ليست مكتملة وتحتاج إلى خبر. من ظن أن قاتل أخيه ده الخبر عشان مضاف ومضاف إليه، أقول له لا، مش ده. طب ما أنا ممكن أقول المجرم في نظري منبوذ، ما حدش يقول لي في نظر جر ومجرور يبقى خبر. لا، المجرم منبوذ هي الخبر، لكن في نظر جر ومجرور فقط ولا تعمل غير ذلك. فقاتل أخيه هي ممكن تقول لي مضاف ومضاف ليه، ما أنا عارف، لكن مش خبر. ده هنا قلت الجمل بعد المعارف أحوال، وهي جملة حالية ما زالت تحتاج إلى خبر. هذا هو مضمون كلامي وخلاصته.
أوافقك وكما ترى معالي الدكتور عبد المحسن، وأنا أحترمك والله، وما أنا لست أبارز ولا أنافس، وإنما أود مجرد كلمتين. أوافقك وأحترم الرأي، فلنؤجل أو نترك النقاش فيها. وهقول ملحوظة بس صغيرة، أنني ابتدأت حياتي وعملي مدرسا للغة العربية، وكنت مهتما أيما اهتمام بتدريس النحو. ده لمجرد بس الملحوظة. شكرا لمعاليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة والأعزاء. يعني أنا عندي بس مداخلة قصيرة جدا بالنسبة للحوار الدائر بين المستشار أسامة والدكتور عبد المحسن، بالنسبة للجملتين المجرم قاتل أخاه والمجرم قاتل أخيه، وطبعا الجملتين اسميتين. الفرق في الدلالة الزمنية فقط، يعني كلمة أو جملة المجرم قاتل أخاه هذا في المستقبل، فلذلك هنا فكرة أن القاضي هو اللي يحكم بينهم ومن يستحق القتل. طبعا هذا لم يقتل أخاه بعد، يعني لكن في النية أن هو يقتل أخاه. المجرم قاتل أخاه، يعني إن تمكن من قتله يعني، لكن المجرم قاتل أخيه فهي جملة تفيد الثبات والتقرير، يعني هي تقرر أنه قتل أخاه بالفعل. فبالتالي هذه الجملة هي اللي القاضي يحكم بأنه بأن هذا الرجل قاتل، صفته أنه قاتل فعلا. ودي مبتدأ وخبر، ودي مبتدأ وخبر. الفرق أن كلمة قاتل يعني زي ما تفضل الدكتور أن هي اسم فاعل، عملت عمل الفعل عشان التنوين والشروط اللي حضراتكم عارفينها. يعني جزاكم الله خيرا.